السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح مساء كل حبايبنا، أحلى مساء عليكم. النهارده هنتكلم إزاي تأكل الزغاليل بتاعك، حلو كده؟ وهنوريكم أهو عملي برضه، تمام؟ هنجيب الزغاليل الصغيرة ونوريكم هنأكلها إزاي، عشان خاطر في زغاليل أصلا بتطلع الحمام الحضان ما بيعرفش يجيبها، يبقى حمام صغير. فالحضان ايه ما بيعرفش يجيبه، فانت لازم اول يومين او ثلاث ايام ايه تلبيه، يعني ايه تاكله بالاكل اللي احنا هنوريكم دلوقتي، ثلاث اربع ايام وبعد كده تسيبه بقى الحمام الكبير ياكله، هنوريكم دلوقتي. تعالوا دوت علفه، دي مزيج البنان، تمام؟ دي معمول جايبينه للضروره، ضروري تبع ما انت عايز بقى. ده الحام اللي هو الصغير خالص، دي بتاع كده يا دوبك اي حاجه بسيطه، ودي سرنجه ايه، ودي بلد صاري عشان ما يجرحش زور الزغلول. واحنا تبع ما انت عايز تعمل بقى، يعني انا هنعمل معيار صغير عشان الزغاليل ايه صغيره. هناخد نص معلقه ايه على ده وتقلبه. المية ما تكونش سخنة قوي، تكون فترة، يعني لو في الجو اللي احنا فيه دوت ما تجيبش مية سخنة اصلا، المية من الحنفية بتبقى سخنة. اهو كده تعمل اهو، وهنجيب الزغاليل. دي الزغلول اهو، تمام؟ كل حاجة على قد حجمها. واحدة واحدة. دوت كبير شوية، تمام؟ بس قبل ما تاخد من البتاع تقوم ايه مقلبها وجاي شادد بالسرنجة. وانت بتأكله بس البتاع بالزقطة واحدة واحدة برضه عشان ياخد نفس. والبتاع التقليبة ده كل ما تكون خفيفة كل ما تكون أحسن للزغلول. وما تتقلش برضه الاكل عليه، يعني اكل خلي اكلك في المعقول. Thank you.
الصلاة على النبي. بس الكلام ده انت بقى بعد ما الحمام ياكل، بعد ما تاكل الحمام تاكل الحمام تمام، بعد ما تاكل الحمام تقوم عامل ايه؟ طالع عامل شويه الاكل دمت على السريع، هتيجي تبص تلاقي ايه ربنا سهلها عليك والحمام بقى 100 100. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا باشا.